وسهلا اعزائي الطلبه والطالبات طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهارده هنتكلم عن تاني درس من دروس الجغرافيا بعنوان انواع السياحه في مصر. اتكلمنا المره اللي فاتت عن السياحه وعرفنا ان السياحه ان الانسان بيسافر من مكان الى مكان لاغراض كتير، اسباب كتير جدا، منها العلاج، منها الترفيه، منها الثقافه ان هو يستفيد معلومات جديده. طيب تعالى بقى النهارده نتعرف على اربع انواع من انواع السياحه. اول نوع هو السياحه الثقافيه واللي بيعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه سياحه تاريخيه، سياحه مؤتمرات، سياحه مهرجانات ومعارض. طيب تاني حاجه وهي السياحه الترفيهيه واللي بتتقسم لاربع انواع: سياحه الشواطئ، سياحه السفاري، السياحه البيئيه، والسياحه النيليه. ثالث نوع وهي السياحه التاريخيه، ورابع نوع وهي السياحه الطبيه. النهارده هنتكلم عن الاربع انواع من انواع السياحه. عرفنا ان السياحه بتختلف من حيث الغرض، من حيث الاسباب. طيب تعالى نتعرف على اول نوع عندي من انواع السياحه وهي السياحه الثقافيه. ثقافه علم، يبقى انا هاجي ازور اماكن هستفيد منها معلومات جديده، يبقى الغرض الهدف من السياحه الثقافيه هي اكتساب المعرفة والثقافة، هعرف معلومات جديدة وهعرف ثقافة جديدة. أول نوع من أنواع السياحة الثقافية وهي السياحة التاريخية. أول نوع سياحة تاريخية، والهدف هنا هي زيارة الآثار والمتاحف، ومصر بيتنوع بها الآثار التاريخية. فعندي آثار فرعونية، آثار يونانية ورومانية وقبطية، وكمان آثار إسلامية. فالسائح لما بيجي لمصر عشان يزور الاثار عنده مجموعه من الاثار يقدر يزورها في كل مكان، هيستفيد معلومات جديده سواء كانت رومانيه او يونانيه او قبطيه او فرعونيه او اسلاميه. تاني نوع وهي سياحه المؤتمرات. قدرت مصر او نجحت مصر في استضافه عدد كبير جدا من المؤتمرات الدوليه، وخاصه في المجالات الطبيه ومجال السكان. يبقى مصر قدرت تستضيف عدد من المؤتمرات الطبيه والسكانيه. طيب ده بالنسبه يا جماعه لسياحه المؤتمرات. وطبعا في سياحه المؤتمرات بيجي العلماء والخبراء من كل انحاء العالم عشان يحضروا المؤتمر ده او الاجتماع ده. فده نوع من انواع السياحه، انت كده بتعمل ايه؟ بتزود اعداد السياح اللي قادمين الى مصر. طيب يبقى مصر نجحت في اي نوع من انواع السياحه في المؤتمرات؟ في نوعين من المؤتمرات، يا اما المؤتمرات السكانيه او المؤتمرات الطبيه. طيب ثالث نوع من انواع السياحه الثقافيه هي سياحه المهرجانات والمعارض. يعني ايه سياحه مهرجانات؟ هشغل اغاني شعب يعني وهي دي كده بقت سياحه؟ لا طبعا. امال ايه سياحه المهرجانات دي؟ مصر بتقدر تستضيف عدد كبير جدا من المهرجانات اللي هي الاحتفالات، زي مهرجانات فنيه، زي مثلا مهرجان السينما، مهرجان المسرح. طيب قال زي مهرجانات دينيه، مهرجان ديني، المهرجان الرسمي بتاع حافظه القران الكريم، بيحتفلوا يا جماعه في شهر رمضان من كل سنه بحافظه القران الكريم. طب ده مهرجان اهو. قال لي طب وبالنسبه بقى للمعارض، مصر بتعمل مجموعه من المعارض زي معرض الكتاب اللي بيتم في القاهره. يبقى ثالث نوع اهو هي سياحه المهرجانات والمعارض. قال لي مصر بتقيم مجموعه من المهرجانات وده بيؤدي الى تنشيط السياحه، يعني زياده اعداد السياح. طيب المهرجانات دي عباره عن ايه؟ قال لي في مهرجانات ذات طابع ديني زي الاحتفال بحافظه القران الكريم. قال لي وفي مهرجانات فنيه زي مهرجان السينما ومهرجان المسرح. قال لي والمعارض زي معرض الكتاب. وبكده يبقى احنا انتهينا من اول نوع من انواع السياحه اللي هي السياحه الثقافيه. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دي صوره للاهرامات، وده نوع من انواع السياحه التاريخيه، الناس بتيجي تزور بعض الاثار زي الاثار الفرعونيه. قال لي كمان ودوت مؤتمر، خلاص ده سياحه المؤتمرات اللي احنا بنتكلم عليها، ده مؤتمر موجود هنا في مصر. قال لي كمان من اشهر المؤتمرات اللي بتتعمل في مصر هي مؤتمرات جامعة الدول العربية اللي بيشترك فيها جميع الدول العربية، كل الدول العربية بيجتمعوا مع بعض وبيقعدوا يتناقشوا مع بعض في الأحوال اللي تخص الدول دي. طب الاجتماع ده بيحصل فين؟ اجتماع جامعة الدول العربية بيحصل في محافظة أو مدينة القاهرة هنا في مصر عندنا.
يبقى مقر جامعة الدول العربية هي مدينة القاهرة. طيب نيجي بعد كده لنوع تاني من أنواع السياحة وهي السياحة الترفيهية. من اسمها الترفيه يبقى الغرض منها أنا جاي علشان استمتع، يبقى الغرض منها الاستمتاع، خلاص الغرض الاستمتاع بالمناظر الجميلة، ان انا هستمتع بالمناظر الجميلة الخلابة، هشوف المناظر الجميلة اللي موجودة في مصر واستنشق اشم الهواء الايه النقي. دي السياحة الترفيهية. يبقى لما يجي يقول لي الغرض من السياحة الترفيهية هقول له الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة، ان انا اشوف مناظر طبيعية جميلة واستنشق هواء نقي. طب اول نوع من انواع السياحه الترفيهيه وهي سياحه الشواطئ، ان انا بقدر ان انا ازور الشواطئ المصريه. انا عندي مصر بتطل على نوعين من البحار، بحر احمر وبحر متوسط. طيب في مدن بتطل على البحر الاحمر زي مدينه ايه؟ قال لي زي شرم الشيخ، زي الغردقه، زي سفاجه، زي مدينه دهب، كل دي مدن بتطل على البحر الايه الاحمر. قال لي طيب لو هروح مدن مطلة على البحر المتوسط زي ايه؟ قال لي زي اسكندرية، زي مرسى مطروح، زي الساحل الشمالي. يبقى لما يجي يقول لي اول نوع وهي سياحة الشواطئ، قال لي بتتمتع مصر بمجموعة من الشواطئ سواء مطلة على البحر الاحمر او على البحر المتوسط. قال لي على البحر الاحمر هلاقي ايه؟ هلاقي شرم الشيخ، دهب، العين السخنة، الغردقة، سفاجة. اما على البحر المتوسط هلاقي اسكندريه، هلاقي مرسى مطروح، وهلاقي الساحل الشمالي. طب ده بالنسبه لسياحه الشواطئ، ودي نوع من انواع السياحه الترفيهيه. طيب نيجي لتاني حاجه وهي سياحه السفاري. السفاري يا جماعه اللي هي الناس اللي بتركب بيتش باجي وبتطلع الصحراء وبيقضوا ايام هناك، يعملوا خيم في الصحراء ويقعدوا. طيب ده نوع من انواع المغامره، دي السياحه، دي سياحه السفاري نوع من انواع المغامرات. طيب بيستمتع فيها السائح بايه؟ الناس دي بتروح الصحراء ليه؟ عشان تستمتع بالمناظر الصحراويه الجميله، يتفرجوا على مناظر الجبال، خلاص؟ ويعيشوا الحياه الطبيعيه، حياه الصحراء، وده طبعا فيه استمتاع كبير جدا. قال لي كمان وبيزوروا الواحات. طب يعني ايه واحات؟ هي المناطق المزروعه في المناطق الصحراويه، خدناهم قبل كده الواحات، ومصر فيها خمس واحات، سيوة والدخلة والخارجة والفرافرة والبحرية. دول خمس واحات موجودين في الصحراء الغربية، بيجي السياح عشان يزوروا المناطق دي. الواحات دي بيشتغل سكانها بالزراعة طبعا بسبب توافر المياه الجوفية. طيب يبقى تاني حاجة وهي سياحة السفاري، وقلنا ان ده نوع من انواع سياحة المغامرات، بيشاهدوا فيه التجول، بيقوم السائح بالتجول يعني التمشية، او ان هو بينتقل في المناطق الصحراوية والجبلية عشان يستمتع بالحياة الطبيعية في الصحراء. طيب ثالث نوع من أنواع السياحة الترفيهية وهي السياحة البيئية. من هنا بقى يا جماعة سياحة بيئية هي زيارة البيئة. طب يعني بيئة؟ هو المكان المحيط بالإنسان، كل حاجة حوالين الإنسان بنقول عليها بيئة. طيب السياحة البيئية، الإنسان هنا في السياحة البيئية بيزور إيه؟ قال لي الانسان هنا بيقوم بزياره بعض المحميات. يعني ايه محميات؟ قال لي المحميات دي اماكن، ممكن المكان ده يبقى في الارض يعني على سطح الارض او في الميه، بيبقى فيه بعض الكائنات الحيه النادره موجوده بكميات قليله ومعرضه للانقراض. يبقى فيه بعض الحيوانات النادره ومعرضه للانقراض، يعني ممكن نصحى يوم ما نلاقيهاش. الحيوانات دي بيحطوها في مكان ويحافظوا عليها علشان السياح يجوا يتفرجوا عليها ويدفعوا فلوس. طب انا دلوقتي مش فاهم يعني ايه سياحه بيئيه برضه. قال لي دلوقتي لو احنا لقينا ديناصور والديناصور ده كان مريض، فاحنا عندنا حل من الاثنين. اول حل ان احنا نموته ونقضي عليه، وكده كده مفيش ديناصورات تاني في العالم. طيب الحل الثاني ان انا اخده ابني له مكان يقعد فيه وابدا اعالجه واحبسه كويس في مكان كويس امن ليه، واقدر بعد كده ان انا اجيب الناس تتفرج عليه وتدفع رسوم فلوس يعني مقابل كده. طيب اكيد طبعا الحل التاني هو الافضل، ان انا احطه في مكان يحميه ويحافظ عليه، علشان كده اسمها محميه. اسمها محميه لان بيحطوا فيها الحيوانات المعرضه للانقراض اللي ممكن تنتهي في اي وقت، فهم كده بيحموها.
وفي نفس الوقت السياح بييجوا يشاهدوها، فاحنا بنستفيد دخل ايه قومي. طيب يبقى السياحة البيئية دي بقى تقوم على زيارة المحميات، بزور فيها المحميات الطبيعية. طيب يعني ايه محمية؟ مساحة من الارض او المية خلاص تتميز بوجود كائنات حية نادرة بنسبة قليلة ومعرضة للانقراض. طب تعال نشوف ايه هي اهم المحميات اللي موجودة عندنا في مصر. قال لي من اشهر المحميات اللي موجودة عندنا في مصر، عندي محمية وادي دجلة اللي موجودة هنا في المعالي خلف نادي وادي دجلة، قال لي كمان محمية سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء، كنا خدنا في العربي عندنا برضو محمية رأس محمد في شرم الشيخ، قال لي كمان هناخد محمية وادي العلاقي في جنوب مصر في الصحراء الشرقية، محمية جبل علبة ودي في أواخر سواحل البحر الأحمر آخر البحر الأحمر، قال لي كمان عندي محمية سيوة ومحمية وادي الريان والحيتان. وادي الريان والحيتان دي موجودة في منطقة الفيوم، ومحمية سيوة في الصحراء الغربية. دي من أشهر المحميات اللي بيجي لها السياح من جميع أنحاء العالم. نرجع بقى لآخر نوع من أنواع السياحة الثقافية الترفيهية، وهي السياحة النيلية. زي السياحة جماعة ما بييجوا عشان يروحوا الشواطئ أو يروحوا يعملوا سفاري في الصحراء أو إن هم يزوروا المحميات الطبيعية اللي هي السياحة البيئية، قال لي كمان في بعض السياح بييجوا عشان يزوروا نهر النيل. نهر النيل ده من أهم أنواع السياحة في مصر. ليه؟ لأن نهر النيل فيه مراكب صغيرة ممكن السائح ينتقل بيها، أو بواخر بخيرة كبيرة، أو فنادق عائمة اللي بيتقال عليها النايل كروز. الفنادق العائمة دي بتقطع مسافات طويلة جدا في نهر النيل، بتبدأ رحلتها من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بتاخدك من أول القاهرة وتوديك لغاية الأقصر وأسوان، ودي بتساعدك في التعرف على المدن المصرية، لأن أنا طول ما أنا ماشي في نهر النيل عمال أعدي على كل المدن اللي موجودة في مصر، فبتعرف على المدن المصرية عن طريق السياحة الإيه؟ برافو عليك، عن طريق السياحة النيلية. يبقى في السياحة النيلية هنا بتتم عن طريق المراكب الصغيرة أو البواخر النيلية أو الفنادق العائمة. صعب كده؟ طيب ده رابع نوع من أنواع السياحة الترفيهية. نيجي بعد كده يا جماعة، طبعا أدينا زي ما احنا شايفين أدي الواحات، الأماكن الخضراء ديت اللي موجودة في الصحراء دي الواحات اللي فوق، ودي سياحة السفاري. طيب نيجي بعد كده يا جماعة إلى ثالث نوع من أنواع السياحة، وهي السياحة الرياضية. بيأتي العديد من السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة البطولات الرياضية في مصر. مصر بيقام فيها مجموعة من البطولات الرياضية زي رياضات الغوص، قال لي كمان الألعاب المائية، أي رياضة ليها علاقة بالمية، ودي بتتم في ساحل البحر الأحمر، يبقى الغوص والألعاب المائية بتتم في البحر الأحمر. في رياضات تاني في كرة القدم، مصر مثلا لسه مستضيفة كأس العالم للشباب من فترة، قال لي كمان قدرت من قريب ان هي تستضيف كأس العالم لكرة اليد. كل دي بطولات مصر بتستضيفها، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. البطولات دي بتخلي السياح يجوا من كل أنحاء العالم عشان يشاهدوا المنتخبات بتاعتهم. أنا المنتخب بتاعي دلوقتي بيلعب، فهسافر وراه عشان اتفرج عليه، هدفع فلوس، هقعد في فندق، هدفع اقامه، هخرج طبعا لما بعد ما اتفرج على الماتش، اكيد مش جاي عشان اتفرج على الماتش بس، لا هبقى عايز اخرج واتفسح في الدوله اللي انا فيها دي، فهدفع عمله اجنبيه، كل دوت اسمه سياحه. يبقى ثالث نوع من انواع السياحه وهي السياحه الرياضيه زي الغوص والالعاب الرياضيه المائيه طبعا اللي موجوده في البحر الاحمر. ودي صور طبعا لاستضافه مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. طيب نيجي بعد كده يا جماعة إلى آخر نوع بقى عندي من أنواع السياحة، وهي السياحة الطبية. يبقى الغرض منها العلاج، ناس جاية علشان تتعالج. طيب اللي جاي عشان يتعالج ده هيتعالج إزاي؟ قال لي عنده طريقتين للعلاج، يا إما بيدفن نفسه في الرمال الساخنة زي ما احنا شايفين كده، بيدفنوا نفسهم في الرملة الساخنة، ودي موجودة في منطقة العين السخنة ومنطقة الوادي الجديد في الصحراء الغربية. طيب الرملة دي بتشفي من الأمراض، بتمتص الأمراض الجلدية. قال لي كمان العيون الكبريتية، العيون الكبريتية دي مية طالعة من باطن الأرض. طبعا احنا خدنا في العلوم معدن الكبريت، قال لي المية اللي طالعة من باطن الأرض دي فيها معادن،
زي معدن الكبريت. المعدن ده بيمتص الامراض اللي موجوده داخل جلد الانسان. طيب علشان كده السياح بيجوا من جميع انحاء العالم عشان ينزلوا العيون الكبريتيه دي. زي ايه؟ قال لي زي عيون موسى مثلا اللي موجوده في شبه جزيره سيناء. زي مثلا كان في زمان عين حلوان دي برده كانت من العيون الكبريتيه، في عين السيره دي برده من العيون الكبريتيه، ولكن يا جماعه المناطق دي تعرضت للتلوث فعلشان كده ما بقتش تعالج من الامراض اللي موجوده لغايه دلوقتي هي عيون موسى. طيب قال لي وبكده يبقى احنا انتهينا من جميع انواع السياحه. خلاص قلنا ان السياحه اربع انواع: ثقافيه، ترفيهيه، رياضيه، وطبيه. والى اللقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.